الموسم الثالث عبقرية الأصحاب ومباراة مهمة جدا في المجموعة الثانية، وهفكركم بالنتيجة. أليجيترز 35 الزمالك 50، والزمالك عندنا تغييرين. هدير عمارة نزلت مكان روان خالد، ومحمد الغرباوي نزل مكان محمد البحراوي. ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام. فريق جديد وتشكيل جديد الزمالك فريق المفاجآت على طول يعني. زملكاوي، نزل لنا واحد زملكاوي تاني. زملكاوية عندنا ثلاثة زملكاوية وواحدة أهلاوية. والله فريق عجيب جدا الفريق ده. ماتش النهارده ماتش حلو وصعب والنتيجة قريبة. أتمنى لكم كل التوفيق. ربنا يخليك يا دكتور. فريق أليجيترز ثابتين على المبدأ، مفيش مفيش تغيير، وحافظين على الفريق وفي تركيز تمام. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول الاثنين أندرو ومنار. منار وأندرو. وسؤال بعشر نقط. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي الدولة الأوروبية التي أرسلت بعثة نمرود لاستكشاف القطب الجنوبي في بدايات القرن العشرين؟ كانت بقيادة إرنست شاكلتون. البعثة من 1957 ل 1959. إجابتك؟ بريطانيا. استنيت كتير لي. بريطانيا إجابة صحيحة. ونمرد على اسم نهر الجليد اللي بدأت منه الرحلة. 45 أليجيترز، الزمالك 50. ودلوقتي عندنا سؤال في الرياضة: عبد الرحمن ومحمد الغرباوي. الغرباوي وعبد الرحمن. رياضة، والسؤال هو: من هو المدرب الحاصل على أكبر عدد من ألقاب الدوري الإيطالي لكرة القدم حتى عام 2022؟ سبع مرات. إجابتك؟ أليجري. أليجري الثاني بست مرات. أرد لك. إجابة خاطئة. ده ست مرات مع يوفنتوس، ومرة مع إنتر ميلان. كسب 22 بطولة منهم دوري الأبطال مع يوفنتوس. عندك إجابة؟ عندي شكل. تراباتوني. جوفاني تراباتوني، مدرب قوي جدا. السؤال الثالث في التكنولوجيا: آلاء وهدير. هدير وآلاء. تكنولوجيا، والسؤال هو: ما هي شركة التكنولوجيا العملاقة المصنعة لأجهزة الحواسيب المحمولة سيرفس؟ أجهزة الحواسيب المحمولة سيرفس لابتوب. أبل. أبل. إجابة خاطئة. مش أبل. هدير، عندك إجابة؟ ممكن أخمن. نسعى البازل. ممكن دل. دل. إجابة خاطئة. مايكروسوفت. بالظبط كده. يا ربي. بيني وبينك أنت غلطانة. أبل هي أبل. أبل تستبعديها خالص. أوكي. الإجابة الصحيحة مايكروسوفت. ومزودة بويندوز 11. تفضلوا. شيماء ومحمود. محمود وشيماء. آخر سؤال، واحد لواحد. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 31 في 7 على 7 زائد 217 يساوي كام؟ 248. برافو عليك، إجابة صحيحة. برافو عليك يا دكتور. برافو عليك. أي هارد لك يا شيماء، ما ادكيش فرصة خالص.
60 الزمالك، أليجيترز 45. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون أربع أسئلة تعتمد على السرعة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. إيدينا على البزر. سينما ومسرح، والسؤال هو: فنان قام بدور ناصر عثمان في فيلم من ظهر راجل، فمن هو؟ فنان قام بدور ناصر عثمان في فيلم من ظهر راجل، فمن باسم هو؟ باسم سمرة؟ باسم سمرة ما كانش في الفيلم. إجابة خاطئة. هو بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، ياسمين رئيس، وشريف رمزي. إجابتك محمود حميدة. هو قال محمود حميدة يا أندرو؟ أنا قلت محمود حميدة. أندرو صفوت. إجابة خاطئة. محمد لطفي. طب والله كنت هقول محمد لطفي. السؤال الثاني أغاني موسيقى، والسؤال هو: من قامت بتلحين أغنية على عيني الهجر للفنانة أم كلثوم؟ هي غنتها 1928. كلمات أحمد رامي. أنا عايز أقول كده والله. أندرو. أم كلثوم. بجد؟ أيوة دي تلحينها تقريبا. إيه ده؟ إجابة صحيحة. برافو عليك يا أندرو. والله زي ما 10 نقط، النتيجة 55 أليجيترز، 60 الزمالك. لوحات ومعالم، والسؤال هو: في أي قارة يقع كهف راكوري؟ آسيا. قارة آسيا. إجابة خاطئة. كهف موجود تحت الأرض، مليان تشكيلات من الحجر الجيري، وفي ميزة مهمة جدا. يبقى إن ممكن إنك تدخل بالكراسي المتحركة. أخذ إجابة حالا من أليجيترز. بقول قارة. أستراليا. إيه اللي وداك أستراليا؟ الاسم يروح هناك صراحة، مش عارف. أندرو. في نيوزيلندا. إجابة صحيحة. بتفكر يا أندرو، بتفكر. هي دي الخبرة. ماشي ماشي أندرو. 65 الحمد لله أليجيترز، 60 الزمالك. أندرو أنت اللي جبت ال 65 نقطة. الحمد لله. برافو عليك بجد. برافو عليك، أنا بحييك. برافو عليك. آلاء وشيماء وعبد الرحمن لازم تساعدوه شوية. هم داعمين للأمانة، هم داعمين ليا بشكل كبير يعني، أنا ما انكرش دعمهم ليا بشكل كبير جدا يعني، أنا ما بعملش حاجة لوحدي فعلا يعني. والله أنت راجل أمير. سرعة البديهة، والسؤال هو: طبقا للهجائية الإنجليزية، كم عدد دول شرق آسيا التي تنتهي بالحرف A؟ مفروض يا هدير الإجابة تطلع من عندك. أندرو. ثلاثة. إجابة خاطئة. في إجابة؟ يلا تفضلي. خمسة. إيه هما الخمسة؟ إحنا قلنا شاينا، إنديا، رشا. لا. إنديا من شرق آسيا، ورشا من شرق آسيا، شاينا، منغوليا، نورث كوريا، وساوث كوريا. هما دول شرق آسيا أصلاً. ست دول، الأربعة دول واليابان وتايوان. احنا مركزناش في شرق آسيا، فكرنا آسيا عموما. هدير. إجابة خاطئة. خسارة العشر نقط دول، ولكن هي مباراة قوية ومتكافئة. النتيجة في نهاية الفقرة: أليجيترز متقدمين 65، الزمالك 60.
هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 60,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 187,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.